بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقرار الأخير اللي أصدرته الحدود الليبية في بشأن استيراد السيارات إلى الجزائر، الديوانة الليبية خرجت واحد القرار مؤخرا تلزم السائق، معناها السائق اللي مهبط سيارة من ليبيا إلى الجزائر، أنه يدير تعهد أن السيارة يرجع بها، وهذا من هنا مدة أسبوع حكا يقول لك، معناها لازم، معناها القرار هذا راح يتنفذ خلال أسبوع، من ثم معناها استيراد السيارات من ليبيا باي باي. والله بنظرتنا احنا هكا وبعض الناس يقول لك ان هي كلها حكاية فلوس، من الناس تدور عن دراهم اكثر، سيارات حوسوا على فلوس. المهم القرار هذا لو ساري من الاسبوع القادم، الناس اللي حابة تشتري سيارات معناها ماذا بها تحبس شوي الان حتى ان يظهر قرار اخر، بحكم ان الوضع مازال ماهوش ثابت قد. نتمنى ان القرار هذا يبطل في اي لحظه وخلي الناس تسترزق. اما السيارات راهي صارت غاليه، الكريتا كانت تدير 75 ألف، اي ما يعادل 200 مليون، تو راهي عاد تدير 120 ألف، معناها فاتت 350 360، معناها في مكانها. إذا شوف، إذا قلنا الصرف، إذا كان الصرف ب 310، راهي تو راهي تدير، أو حاليا راهي تدير 360. سيارة الفينو هذه الأصغر منها كانت تدير 70 ألف، يعني 180، تو راهي تدير 85، هذه كلها أصفار 23، سنة 23. والله الناس اللي تشري في السيارات أو اللي تحب تجيب سيارات من ليبيا صارت صعيبة شوي، ماناش نفشلوا احنا، لكن الواقع يقول هك، الواقع راهي الناس ما خلتش سيارات، معناها ما عادش، أو السيارات ما عادش فيها بقى. بالأخير سيارة في ليبيا صارت صعبة شوي، وهذا هو.